السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنا عايز أضيف أشجار للمنطقة ديت، فأقدر أجي هنا من environment وأقول له إن أنا عايز stand of tree، وهبدأ أختار نوع الشجر اللي أنا عايزه، وبعد كده أحدد بقى المنطقة اللي عايز تبقى مليانة أشجار. خلصت هقول له دبل كليك، يبدأ إن هو يوزع لي الأشجار، واقدر ان انا اتحكم في النوع بتاعهم في اي لحظة، العدد بتاعهم. ممكن مثلا اروح مقللهم بالشكل دوت، وفي اي وقت ممكن تيجي هنا وتغير نوع الاشجار. طيب لا انا عايز اعمل صف، فهاجي هنا واقول له انا عايز رو اوف تري، وابدا اقول له اعمل لي صف كده. وبرضو اقدر اتحكم في العدد او النسبات اللي بينهم اهوت. تقدر بقى تعمل سيلكت لاي واحد فيهم، وتقدر ان انت تشوف المسافات اللي بينهم قد ايه بالشكل دوت. طيب لو في مثلا حاجة مميزة عايز تناقشها، زي ما انا حاطط مثلا بعض العلامات كده على اساس في الاجتماع، تقدر ان انت تعمل زوم عليها في اي وقت. فبول بوينت اوف انترست، وروح مثلا دايس هنا، فهو بيعمل لي النقطة دي، فيبقى سهل جدا في الاجتماعات ان انا اعرف ان انا في عندي هنا حاجة عايز ان انا اناقشها. بالشكل دوت. ففي الاجتماع ممكن تقف على كده، تروح عامل عليها زوم على طول، تقدر ان انت تناقش المشكلة اللي هنا، في مشكلة مثلا في الطرق او كده.